بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم وحلقه جديده من تكنولوجيا الطاقه. اليوم ان شاء الله هناخد دايره بسيطه، وهي دايره الكترونيه لبوابه التعقيم الالكترونيه، لان طبعا عليها طلب كبير وحبيت ان احنا نغطي كل الجوانب. طبعا في فيديوهين تانيين ان شاء الله هسيب لكم الرابط اسفل صندوق الوصف. واليوم ان شاء الله معانا دايره مختلفه شويه وبسيطه في نفس الوقت ومش مكلفه. ان شاء الله هنستعرضها مع بعض بالتفصيل، فخليكم معانا وسريعا هنخلص الموضوع ان شاء الله. اهلا بكم. الحاجات اللي هنستعملها ان شاء الله في الدايره ديت هيبقى عباره عن باور سبلاي داخله 220 فولت تيار متردد طبعا المنزل، وخارجه هيبقى 12 فولت دي سي. تمام. الباور سبلاي ده هيكون 3.5 امبير القدرة بتاعته، مش اكتر من كده يعني، لان البامب هتبقى 1.5 امبير عموما. اللي عندنا هنستعمل بامب ووتر بامب صغيرة 1.5 امبير، وهنحتاج موبايل تشارجر شاحن موبايل. تمام. عشان شاحن موبايل طبعا بيتغذى 220 فولت في السوكت العادية وبيخرج 5 فولت دي سي، وهيبقى معانا اتش سي اس ار 501 بي اي ار اللي هو الموشن سنسور. الموشن سنسور ده طبعا وجهه، وده الخلفيه بتاعته، دي الخلفيه وده الوجه، وهنستعمله النهارده طبعا. هو هيبقى يعني ايه بطل الحلقه. ومعانا هيبقى فيه ريلي بورد، او الريلي اللي هو من نوع البورد ده اللي بيستعمل في الاردوينو عموما. دي كلها يا جماعه منتجات اردوينو، سواء السنسور او الريلي ممكن تلاقيها في عند اي حد بيبيع اردوينو، او عند النخيله، او اي مكان في الكترونيك، لان الناس بتسال كتير نشتري منين المكونات. المكونات موجوده في اي حد بيشتغل، خصوصا الدايره دي يعني في الالكترونيك ماركت يعني. تمام. الريلي ده عباره عن 5 فولت. تمام. وعباره عن الكونتاكتس بتاعته، هو في نقطتين، واحده مقفوله طبيعي وواحده مفتوحه طبيعي. احنا هنستعمل بس المفتوحه طبيعي مع الكومون، وهيبقى عبارة عن 10 امبير، فطبعا هيتحمل التيار ده وزيادة يعني. تمام. طيب تمام، تعالوا بينا نشوف نتعرف كده سريعا على السنسور. السنسور دي ده اللي عندنا، ده شكله طبعا اللي فوق الظاهري، واللي هو بيحس الحركة، ودي الاجزاء بتاعته كلها اهوت زي ما احنا شايفين. هنا بيقول ان هو الثلاث اطراف بتوعه الرئيسية، الدخل بتاعه من 5 ل 20 فولت، يعني تقدر تحط 5 فولت 10 12 فولت وهكذا. احنا هندخل عليه ان شاء الله هيبقى شاحن الموبايل 5 فولت. تمام. وممكن 12 فولت، مفيش اي مشكله. الاوتبوت بتاعه الخارج بتاعه ده اللي هيبقى الخارج بتاع السنسور، الفرد اللي هو في النص ده. تمام. والجراوند اللي هو الطرف الثاني ده، الجراوند او الماينس او السالب. عندي هنا في سنسيتيفيتي، في حاجه الحساسيه تقدر ترجلش منها او تظبط الحساسيه بتاع الايه الاستشعار بتاعته، تقدر تعلي الحساسيه او تخليها منخفضه. وفي الاوتبوت تايمنج، هنا بقى اللي عباره عن تايمر، ودي الميزه، فانت مش محتاج اردوينو ولا اي شيء، هو عباره نفسه في تايمر ديلي، يعني في تايمنج تقدر تعمل ديلي الوقت اللي انت عايزه. طبعا بنظبط احنا على 3 ثواني او 4 ثواني بالكتير، يعني يكون الموضوع خلص بتاع التعقيم. تمام. وهنا في ريسيت واوتو ريسيت والكلام ده كله، مفيش مشكله دي في البورد اللي موجوده دي. تمام. وشارح فيها كل شيء نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط، وده رقمها اتش سي اس ار 501 بين اوت. تمام. ده اللي هو السنسور بتاعنا. تمام كده اعتقد واضح الكلام اهو، من 5 فولت ل 12 فولت او ل 20 فولت تشتغل معاك. احنا مش هنشغلها يعني اكتر من 5 او 12. طيب دي برضو شكل تاني للدايره، نفس الكلام، وبس هنا بوضح ان انت تقدر ايه توضح السنسيتيفيتي والتايم ديلي ادجستمنت. وهنا في حاجتين برضو ما اتكلمناش عنهم، في سنجل تريجر وريبيت تريجر. سنجل تريجر يعني ايه وريبيت تريجر يعني ايه؟ سنجل تريجر يعني هيعمل تريجر مره واحده بس اللي هو ال ده، وبعد كده يفصل وما يشتغلش تاني. اما الريبيت تريجر هيعمل تريجر يعني هيلقط او يشتغل او هيلقط الحساسيه ويعدي السيجنال الكهربيه، وبعد كده يعمل هو لوحده اوتو ريسيت زي ما هو موضح في اللي على الشمال دي، اوتو ريسيت ونو ريسيت. فاحنا طبعا يلزمنا ان هي تبقى اوتو ريسيت، عشان مش كل شويه هيفصل وبعد كده اروح انا اعمل له ريسيت او غيره، لا، هو الجامبر هيبقى على الاتش اللي هو الريبيت تريجر، وبكده يبقى احنا ايه ضمننا ان هو يستمر في التشغيل مع كل شخص يعدي.
تعالوا بينا بقى نشوف التوصيل، دي المكونات بتاعتنا اهي، نشوف التوصيل سريعا. هيبقى عندي للحماية قاطع كهربي 5 فولت 5 امبير اسف وليكن، ويبقى عندي طبعا الارضي والكهرباء بتاعتي بتاع المنزل 220 فولت، اي سوكت تيار متردد، واطلع من الارضي اوزع منه على شاحن الموبايل وعلى الباور سبلاي. بعد كده هطلع من الكهرباء ال 220 اروح اغذي برضه نفس الكلام، اغذي الشاحن واغذي مين؟ الباور سبلاي بتاعنا. حلو قوي. بعد كده هنطلع من الباور سبلاي دي سي بقى اللي طالع اهوت نيجاتيف وبوزيتيف 12 فولت، هيغذي مين؟ هيغذي البامب، ولكن هيغذيها عن طريق مين؟ عن طريق الريلي. وهنحط عوامه هنا، العوامه ليه؟ عشان التانك لو فضي فيه ميه او حاجه. كان في زميل يعني ايه قال لنا يفضل نحط عوامه، فاحنا حطيناها في الدايره دي برضه عشان تبقى ايه الشغل مظبوط. العوامه دي بحيث ان هي لو الميه مش كافيه تقوم تحمي البامب دي وما تخليهاش تشتغل، فهتبقى توالي مع الدايره. البامب كده خلاص وصلنا الارض بتاعها عن طريق العوامه، يفضل طبعا النيجاتيف او الارضي بحيث ان احنا ايه يعني نامن التانك من الكهرباء، ما ندخلش عليها الكهرباء. بعد كده هتتغذى عن طريق الريلي في النقط المفتوحه من الريلي، النقطه المغلقه دي مش محتاجينها في الريلي. طيب كده تمام، دي دايره يعتبر الباور عندنا، دايره الباور هتشتغل بالطريقه دي. طبعا عمرها ما هتشتغل الا لما الريلي ده يشتغل او يلقط. الريلي ده امتى يلقط؟ لما السنسور ده يحس ويعطي له الاشاره. طب هيعطيها ازاي والتوصيل ازاي؟ هنشوف مع بعض. هناخد الشاحن ال 5 فولت الخارج بتاعه اللي هو النيجاتيف والبوزيتيف، ونغذي بيه، نغذي بيه هنا الفي سي سي تبع الريلي والجراوند، تمام؟ ونغذي بيه، يبقى كده الريلي اتغذى 5 فولت اهوت وجراوند، تمام؟ من شاحن الموبايل اللي شغال على طول معانا. وهنغذي هنا السنسور، لان السنسور فيه طرفين تغذيه، واحد في سي سي اللي هو الكهرباء او البوزيتيف، والتاني اللي هو الجراوند، تمام؟ اللي احنا مطلعينه من النقطتين دول معكوسين يا جماعه، اسف، دي هتبقى نيجاتيف ودي بوزيتيف، مفيش مشكله يعني، هو خطأ في الكتابه. هنطلع بقى احنا هنا الاوت، الطرف اللي في الوسط ده الاوت هيروح فين؟ هيروح يغذي الان او السيجنال تبع الريلي، وبكده لو السنسور ده حس على طول هيعمل اوت تريجر، وطبعا احنا ظابطين على التايم ديلي بتاعنا، وبكده الريلي يشتغل ويلقط والعوامه فاتحه الطريق، يبقى البمبه تشتغل وكل شيء يبقى تمام. اعتقد الدايره واضحه ومش محتاجه يعني كتير، ولكن اللي محتاج اي شيء احنا تحت امره، بنرد ويعلق تحت مفيش اي مشكله. واللي عجبه الكلام يا ريت يعمل لايك كده ويشارك الفيديو مع اصحابه، وبحيث ان الفايده تعم ان شاء الله. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.